فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو أن رجلا غنيا جعل أغلب ماله وصية في أعمال الخير وضيق ذلك على الورثة، فهل يكون آثما بهذا الفعل؟ نعم، إذا ضيق على الورثة يكون آثما. الله جل وعلا يقول: إن ترك خيرا، يعني مالا كثيرا، إذا كان المال قليل لا يضايق الورثة. نعم.